زي ما كلمتكم من شويه كان على موضوع مين اللي هيلعب في دوري الابطال والكونفدراليه. بيراميدز بيخاطب اتحاد الكره رسميا للمشاركه في دوري ابطال افريقيا. خلي بالكوا برضو في انديه اخرى هتقدم احتجاج في حاله اختيار انديه معينه في وقت معين للمشاركه في يعني في انديه كتير بتنافس على المربع الذهبي مش موافقه على طريقه اختيار الانديه اللي هتشارك في الكونفدراليه ودوري الابطال. يعني بيراميدز هو معترض على مشاركه على عدم مشاركته في دوري الابطال، ان هو بيحتل المركز الثاني في الدوري بقاله فتره كبيره، يعني بيحتل المركز الثاني في الدوري متفوق على الاهلي اللي في المركز الثالث. في سموحه، في البنك الاهلي، في اكتر، في طلائع الجيش، في اكتر من نادي بينافس على المربع الذهبي، فبجانب طبعا فيوتشر. ف برضو عايزين يبقى في عداله في اختيار الانديه اللي هتشارك في دوري الابطال وفي الكونفدراليه.